يقول انا يا شيخ مبتلى بحب شخص وبعد حبي له تكاسلت في عبادتي وكثرت التفكير فيه، ما هو علاجي يا شيخ جزاك الله خيرا؟ العلاج بسيط جدا، العلاج بسيط جدا جدا، ما يحتاج العلاج هذا. اذا كان حبك لغير الله فاتركه، اترك، واذا كان لله فاستمر عليه، هذا العلاج. اذا كان هذا حب هذا الشخص يعني يزيحك الى الشر والفساد، يبعدك عن المسجد، يبعدك عن بر الوالدين، يبعدك عن الصلاه، يبعدك عن القران، فابتعد عنه، لا خير فيه. واذا كان الحب لا يعني يعينك يساعدك، فانت الان خصيم نفسك، ان تعرف بنفسك لما احببت هذا الشخص مثلا تساهلت. لماذا؟ لان هذا الشخص يمكن عنده تكاسل، عنده تهاون، عنده مثلا نوع من المعاصي، عنده يعني شهوات. انت الان ما دمت انك رجعت القهقراء فاترك هذا الشيء، لان من شروط التوبه الترك، من شروط التوبه الترك. والذي قتل 99 نفسا قال ان هذه بها قوم، ان هذه الارض ارض سوء، فانتقل الى هذه الارض فان بها قوم يعبدون الله عز وجل. اذا انت غير من حسن الى احسن ومن سيء الى حسن، غير عتبه بابك، غير عتبه بابك، تستقيم حالك. جزاك الله خيرا.